اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، ورجعت لكم فيديو جديد وفيديو اليوم احلى من فيديو مبارحة. حبايب القلبي اليوم فيديو حيكون مختلف تماما، ويلا اعطيني هالانترو. هديتك كانت ورد، هديتك كانت غدر بيدي وما قدمت، اعذارك كلها كذب يلي كنتي بضلوعي، عطيتك فرص لتعودي، خسرتي كل الاغراب وخسرتي اللهفه بوجودي. اوكي حبايب القلب، مبدئيا بدي احكي لكم موضوع كتير مهم بخصوص موضوع ريم سقاطي، موضوع قناته وموضوع غنيته. انا قلت انه بدي اعمل فيديو مشان هالموضوع، وشو رايكم بهالاشكال الحلوه اللي عم بعملها؟ وطولوا بالكم في اشياء نارية عم زبط غنية 14-2 حبايب قلبي، يسعد لي قلبكم يا رب. اوكي منبلش بموضوع قناة ريم. عليها شوية مشاكل بالنسبة الحساب عم يتاخد منها، وما بعرف اذا انا عندي تصريح انه فصل بالشغلات، واللي ما اخذت اذن المخلوقة ما اذن البنت ما اخذته. بدي اشرح لكم كم شغلة بخصوص الايميلات اللي بتجيكم، بخصوص الرسائل اللي بتجيكم على ارقام التليفونات، بخصوص اي شغلة بتجيكم. وكمان ما راح افصل اكتر بالنسبة لهالمواضيع عشان ما اطلب شي من اليوتيوب. اي رسالة بتجيكم على التليفون، مسج، ايميل، اي شغلة، بس تكون رابط لحدا يفتحها. لا تفتحوا الرسالة إذا كانت رابط، ولا تفتحوا الرسالة إذا كانت فاضية ومضغوطة، لا تفتحوا أي شيء من هالشغلات أبدا أبدا. وأي شخص مشهور بيجي إعلانات على الإيميل، لا تفتح أي أنا شغلة مستعملة حلوة مشان الواتساب، إنه مشان الإيميل يكون مربوط بالشغلة. حيطة الواتساب أحسن خيار. نصيحة، اشتري لك رقم إذا كنت مشهور، معلش خلي حط شخص يدير لك رقمك وأسهل وأضمن. جيب تليفون ما له علاقة بأي شيء بخص السوشيال ميديا اللي بتخصك أنت، حساباتك، أرقام تليفوناتك، أي شيء بخصك، حط رقم واتساب جديد وحط حسابات جديدة، ريح راسك أحسن ما تتضرر. قناة ريم إن شاء الله حترجع، وكلنا بننشر هاشتاج بدنا قناة ريم سقاطي. هذا الهاشتاج بدي إياه يعبي اليوتيوب كله، يقفل اليوتيوب كله هالهاشتاج لازم، انه هاي البنت بنت ما شاء الله محتوى حلو، وبتتعب حالها كتير كتير بالفيديوهات. يعني عادة عن ذلك انه هي بلبنان، وانا بعرف انه شو كان وضع لبنان. انا اللي بحكي لكم وضع لبنان، صعب كتير. فانا طلعت بهالفيديو، بس الفيديو هيك تسلعي، لا مو تسلعي، ما بعرف احكي، هذا الفيديو مثل شيء تعبيري لا اعطي توعية للناس، والناس تستفاد من حكي اكثر شيء. فبتمنى منكم حبايب القلبي جد لا تخلوا اي شخص بالاعلانات او بالايميلات يضحك عليكم. اليوتيوب في عنده كثير سياسات، فهذا الهاشتاج بدي اياه يرتفع. عوده قناه ريم سقاطي وشركه اليوتيوب لازم تشوف هذا الهاشتاج. فانا البنت جد بعزها كثير وبحترمها، لاني محتواها حلو وبيعجبني، وفي يوم من الايام كمان دعمتني البنت، والله يرزقها يا رب. فبدنا نساعد هاي البنت. هلا انا ما بعرف اذا عندي صلاحيه انشر هالفيديو، عندي صلاحيه اطلع احكي بهيك فيديو، بس انا بنشر الفيديو، بس طلبوا مني احذفه انا بحذفه، ما عندي مانع. اوكي حبايب قلبي، فبتمنى منكم قناه ريم سقاطي حتكون بالبايو بالوصف، واغنيه ريم سقاطي بقناه المطرب غايس حتكون بالوصف. فبتشكركم كتير، وكل شخص يروح يشترك بالقناة، بدنا نخلي القناة تولع بالاشتراكات. صح قناة صغيرة، بس الدعم اللي عندي إجباري، بدي أعمل جهدي أنا، لأن البنت ما أثرت معي وأنا ما لازم أثر معها. والصراحة تواصلت معها وقالت لي إنه في شوية مشاكل. حبايب قلبي الله يسعدكم، ما تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس. تشاو. هديتي كانت ورد، هديتي كانت غدر بيدي وما قدمت، اعذارك كلها كذب يلي كنتي بضلوعي.